نبغي نأكد مرة أخرى بأن المملكة المغربية اليوم تعتز وتفتخر وتدخل في شراكة حقيقية وكبيرة جدا مع الجارة الإسبانية، اللي مبنية على الثقة، اللي مبنية على يعني الانخراط المشترك في معالجة مختلف التحديات سواء كانت اقتصادية ولا اجتماعية. وهاد الصفحة الجديدة يرعاها جلالة الملك، وفيها يعني إمكانيات كبيرة جدا للبلدين. وكيف ما قلت، العنوان ديالها هو الثقة، هو التنسيق المشترك، هو الاحترام المتبادل. شكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.